أستاذ أكيد أهلا وسهلا فيك بالبرونجي ضيف عزيز. هيك ريت بتخبرنا من موقف غالي. قصة طويلة يعني روقف غالي خلق ببيت بعد خمس بنات هذيك الأيامات كانت حدث يعني يكون وكان مطلوب إنه يكون في حدا بده يكمل الرجولية فخلقت بعد خمس بنات طبعا بقيت مأسرة بنفسيتي إنه أهل الضيعة هللوا للموضوع دقوا جراس وعنده وعرابي كان رئيس كان شمعون فكانت هذه بقيت برسخة بذهني طبعا رجع جاني خير والحمد لله وأخذ كمان إضافية عن الخمسة بيتنا مؤمن بالمبدأ وبالبراتيك والتنفيذ عمي مونسيور غالي هو مؤسس العمل الاغترابي وابوي هو مؤسس مدينه الحزمين بقولها بكل فخر وبكل تفاصيلها انه مؤسس مدينه لانه انا عشت معه وبعرف كيف قدر عمل هالمدينه اللي نحن بنشوفها اليوم مهمه جدا كيف استلمها بال 63 مزرعه كانت تابعه لبعبدا وما زالت املاك بعبدا بعدها هم مشان هيك بعضهم هن رافضين الفكره انه تنشأ عن بعبدا معتبرين انه هذا لهم عشت معه هالمرحله اللي هي انشاء مدينه وانا كتبت له مذكراته وبالمقدمه قلت انه هذا اول كتاب يدخل الى المكتبات يروي كيف تصنع بلديه وكيف البلديه تصنع بلده يعني تفاصيل كيف قدر يعمل خطوة خطوة كيف هالأرض اللي هي زراعية الأرض اللي كانت يعني أنجا يقدروا يقعدوا فيها أو في منطقة اللي هي مرتقلة المنطقة العظيمة كان اسمها منطقة الحمى يروحوا يصيدوا فيها الصياد كيف صارت هالمدينة هاي كلها لها تفاصيل لأنه يعني ما في ساعة بدون ساعات في ناس بيفتكروا ان هالساعه اجت هيك لا في ساعات حتى ركب هالساعه لحتى عمل كل هالتفاصيل كيف انعملت اول بنيه تحتيه كيف انعمل اول شقه اول طريق كيف انعمل اول مؤسسه كل هاي تفاصيل رواها هالانسان بمذكراته وانا كنت شاهد فيها انت شاهد ومشاهد شاهد باول مرحله كنت شاهد خاصه لما كنت بعدني صغير كنت عم بشهد كنت عم عيش عم بشوف كل هالتفاصيل في مرحلة تانية أصبحت شريك خاصة بال 75 وطلوع وكنت أنا صرت مرحلة جامعية صفيت شريك بعدين لما خلصت الجامعة صفيت أنا مدافع ومحامي بآخر مرحلة صفيت أنا اللي حامل العكازة على كتافي اللي صارت بمرحلة صار الوضع البلدية من بعد الحرب وضع دقيق تم شلة نهائيا قانونيا ممنوع كانت انها توظف ممنوع تصرف ممنوع انما تركينا لحتى تنفس وتموت سريريا مشان لحتى ينوضع اليد عليا بطريقه غير مباشره فهون انا ما حبيت انها تموت لانه بعرف قديش بتعز على بي خاصه انا بعتبر حالي ربيت انا وياها وكنت قويت غار منها انه كنت حس بي مهتم فيها اكثر مني فما حبيت اني اتركها تموت سريريا تركت شغلي بمكتبي وقعدت حد مرحوم بي ورجعت ما خليت ابدا ان اتنفس يعني الله اعطانا يمكن هيك نعمه الفكر القانوني اللي قدرت استفدت منه لحتى اعمل اجتهادات معينه لحتى ارجع قادر اتحركها برغم القوانين المشحفه اللي كانت مسكره فيه قدرت عملت شيء قدرت عملت من اول وجديد رجعت عملت حركه بوليسيه بالوقت اللي وصلوا مع شي بوليس صار في بوليس او اثنين مرحله التقاعد ضرب العمر انجع يعطي ايه وينزل هيدي بالتسعينات كانت هيدي المرحله اللي سبقت اول انتخابات بلديه
هون رجعت عملت جهاز حراس، رجعت عملت موظفين، ضبطت قصة الموظفين لأنه كانت فلتت شوي بسبب الحرب وبسبب الميليشيات. رجعت ضبطت قصة البنية التحتية، رجعنا حركناها ضبطناها، العمال لبسناهم تياب صفر ومع هذه، يعني عملت حركة هيكلية، رجعت عملت تقريبا شبه بلدية من أول وجديد يعني. نعم للأسف اليوم أنه بلدية العبدة، أنا بحبها بلدية الحاسمية. للأسف أنا في طلع عرضات بمجلس شورى وأنا هون بحمل المسؤولية اللي عم بديره شأن الحاسمية، لأنه نحن الحدود بين الحاسمية وعبدة مثبتة على أيام مرحوم بي جورج فراي، وقال لك كيف قدر كان يشتغل، قدر يشتغل كل هالمدة 30 سنة كان عم يشتغل ضمن حدود واضحة. ليش تطارد؟ في حدود موجودة ومثبتين، في خلاف على تفسير معين، كان ممكن انه يعرفوا يواجهوا ويعرفوا يدافعوا، ولكن انا كمدافع عن هالقضية بقيت اكثر من 20-30 سنة حامل هالقضية وعم واجه حمية الحزمية، اخر شيء استغنى عنه للأسف، يعني كلف غيري بدون العودة لإلي، يعني كان اقل من ابسط الامور انه يجوا يسألوني وين صرت او شو عملت. نعم. كانت النتيجة مؤسفة تجاه الحزمية. نعم. أنا بالنسبة لي يمكن صحيح هذا الشيء بيوجعنا إنه هذا، وأنا بعرف هاي البلدية قديش كلفت من تعب وإرهاق وقهر لحتى صار فيه بلدية وصار فيه هذا. إنما بالنسبة لي يكفيني إنه هالبلدية أنجزت ما لازم أن تنجز، لأنه ما كانت هي الهدف. البلدية كانت هي وسيلة لإنجاز مدينة اسمها الحزمية، وأنجزت مدينة اسمها الحزمية وما زالت المدينة شو ما كانت حدودها. هذه المدينة باقية وصامدة ورح تبقى للتاريخ ورح تبقى لأجيالنا أهم موقع في بلدية الحزمية. وأنا بذكر في فيلم لشوشو بسنة السبعينات تقريبا، وقت اللي صار يجوا ممثلين صاروا بعد النكسة، صار يجوا ممثلين مشهورين صار يمثلوا هون، في أحد الممثلين اسمه حسن يوسف مثل مع شوشو في فيلم معروف، في مشهد بالفيلم أنا ما حضرته كله ولكن لفت لي نظري مشهد، الابن عم يحكي أمه يعني عم تكنس بالغرفة، فهو بيقول لها يا أمي شو بكي حابة هالحياة الفقرية، نسيت صرنا أغنياء، يبدو أنه كانوا فقراء واختنوا ما بعرف شو القصة، ولكن عم بقول لها نحن صرنا أغنياء، روح اشتري لك شقة برامة البيضة أو بالحزمية. هاي بالسبعينات صارت برامة البيضة والحزمية أهم منطقتين سكنيتين بلبنان كلها، قدر وصلها جورج فغالي بظرف أقل من 10 سنين. أستاذ رفيق، موضوع البلدية شو المناصر اليوم اللي مطلعة لكم هذا كمحام وغيرها؟ ليك أنا بلشت معي قصة المراكز صارت تجي بشكل عفوي، يعني بداية مسيرتي بلشت بالتلفزيون. الذي أتى بك إلى التلفزيون؟ صراحة بالصدفة بداية الأحداث في 75 كنا نحن بالحزمية، يعني خلقنا وجود لحالنا، تضل في عنا كيان بالحرب ما نروح يعني هيك بالغلط، فطبعا صار في شوازات وصار في اشياء يعني على مستوى الشارع، انا حبيت اني لاني اترك مثل غيري ترك ولا ضلني انغمس بالجو اللي فوتونا فيه بالايام الحرب. بالصدفة شفت أحد أصدقائي اللي هو كان مذيع بالتلفزيون وما زال بالآخر آخر شيء كان عميل رئيس التحرير بالتلفزيون LBC بوقتها، فأنا شفته على التلفزيون، كنت أنا وياه بالجامعة عامل سنة وقتها بالجامعة، اسمه جاك واكين إذا بتعرفه، شفته على التلفزيون طلعت عنده وقال لي أنا لوحدي، تركيني لوحدي، يعني أصلا في التلفزيونين أيام الحرب
وقال لي عيني المدير عام الاستاذ رامز الخازن عيني هون وعم بتطلع مش في عندي حدا ما في حدا انا عم بضطر اكتب الـ الاخبار بايدي. قلت له انا جاي لعندك. طلعت لعنده فانا قاعد عنده بالصدفه بفوت المخرج المشهور الله يرحمه ألبير كيلو فبيقول له استاذ جاك اليوم عيد الامهات يجب انك تعمل مقاله بهالمقدمه او الشابو بسموها كمان بهالاطار هيدا. فجاك قال له انا وين بدي الحق انجا اقدر اكتب. قلت له انا بكتب لك. فاستغرب وقت انه ما بيعرفني كان المخرج. جاك طمنه قال له نحن عم نعرف ايام الجامعه كان يعني خطبات وكنا نزقف. ففعلا استفدت وقت كتبت مقالة عن قصة سليمان الحكيم لأنه كان موضوع الأمهات. استعملت الخبرية اللي هي إجت بموقع بين سليمان الحكيم اللي كنا نحن بزمن سليمان الفرنجي بين قصة قصمة الولد اللي كنا بزمن التقسيم بين الأمهات الأمير الأصلية ومين غير الأصلية. فدمجت بالحالة الحرب والحالة اللي نحن فيها حالة سياسية فطلعت إجت كتير بالمحلة. ووقت اللي زاعة جاك وكيم طلع قال من المقدمة ما في تليفون إلا ما إجا على الشركة تيهنوا عليها. وإجا حتى تاني يوم إجا الله يرحمه مدير عام رامز الخازن تيهني. فجاك كان كتير صريح كتير مخلص قال له لا مش أنا اللي كتبتها الأستاذ روك. فقال لي أنت بدك تكون معنا بالإعلام. يعني هيدي كانت مدخل لا حتى تتعلم كانت تجربة كتير مهمة. نعم تجربة إعلامية كتير مهمة. أنا بعمر كنت بعد ولد يعني أني تصير مسؤولة عن أهم وسيلة إعلامية بوقتها ما كانش في غيره في تلفزيونين كان تلفزيون قناة 11 وتلفزيون قناة 7 كانوا تمام. فأنا كنت مسؤول عن أحداثنا وكانت شغلة كتير مهمة بهذيك الأيامات على مستوى الإعلام وخط كتير أمور وتجارب كتير مهمة وكتير معارف فت فيها. هذه أعطتني كسب كثير بحياتي. إيه أعطتني دور كثير مهم. بعدين انتقلت لوزارة الإعلام لما رجعوا ضموا التلفزيونات على بعضها ورجعوا أنشأوا لأول مرة تلفزيون لبنان اللي ما كانش موجود. كان بالأبرة وشركات خاصة كان شركة التلفزيون بالمشرق كان شركة خاصة والدولة كان لها صلاحيات عليها. أنا كلفت بصلاحيات الدولة وقت عليها. لما ضمون لبعضهم عملوا تلفزيون لبنان موحد صار تلفزيون مشترك ما بين خاص وما بين الدولة. فطبعا نحن عينونا بالوزارة الإعلام. أنا صفت مستشار قانوني بالوزارة لمدة معينة وبعدين صرت مستشار قانوني بوزارة الثقافة. يعني هي تجربة غنية. هي المناصب الرسمية بوقتها صحيح. بعدين في اشياء غير يعني هيدي على مستوى الاداره انما في اشياء صح في نشاطات يعني مثلا يعني اذا بدي اذكرهم يعني مؤسس ناديين بنادي اللايونز وعملت تقريبا يمكن وصلت لمرحله نائب حاكم او رئيس ما بعرف التسميات بنادي اللايونز نادي كثير مهم وعملت انجازات كثير مهمه باللايونز. بعدين عملت بالاتحاد الدولي للمحامين عملت الأمين العام للجنة الوطنية لاتحاد دول المحامين مع البروفيسور فايز حشاهين. بعدين عملت أمين سر لجنة الدستور والقانون بالرابطة المعلومية كنت من مؤسسيها كانت أول لجنة في العمل. بعدين عملت بالنقابة المحامين عملت أول لجنة للمحامين المنتخبين في المديرية البلدية هذه كانت أول لجنة تتعامل بنقابة المحامين. ومؤخرا كمان عملت لجنة اسمها لجنة حماية حقوق المغترب هي أول لجنة تتعامل بلجنة نقابة المحامين. وإضافة أنه كنت كمان ممثل جامعة ثقافية بالعالم اللي تبع المغتربين ممثلهم بلبنان. هودي اللي أنا ذكرهم يعني كيف إشي كتير تعبرات فيها بحياتي هي أكيد إضافة إلى النشاطات والأمور الاجتماعية إذا كنت بالضبط هي بالمبدأ الإشياء إذا أنا أقول دروكي معنوية للتعامل بس مشجعني شغيب على الاقتراب؟ شجعوا على الاقتراب؟ طبعاً لا شجعوا نرجع ليه؟ عندنا مؤومات شو ما كان مؤومات؟ أنا بالنسبة إلي شو ما كان وضع بلدك أحسن لك تبقى بلدك لو بدك تقبض
يعني هون 500 دولار افضل ما تقبض 3000 دولار برا. يمكن عمليا عم بيشوفوها الشباب وكيفاش عم بيعرفوا يرجعوا فيها لانه عم يستدرجون بفوتوا باشغال بفوتوا بزواج وبولاد وعش عارفوا يطلعوا منها. انما بالعمر اذا بتلحقيهم بتعرفي انه كانوا بفضلوا انه يبقوا ببلدهم لو كانت شو ما كانت الظروف. وبعدين العلاقة الإنسانية مش ما كان بده يشوفوها علاقة العائلة. أنا تقول لك شؤون الوطن باختصرها بكلمة قال لي إياها شقيقي المهندس جوزيف غالي، هو أصغر مني، كان أصغر مني في 6 سنين. فكان بلش دراسته هون بجامعة الكاثوليك، رجع كفى بأمريكا. فبأمريكا طلع الأول، تلفون مبسوط طلعت الأول وبعطوا لي التيكت بده يجي. رجع بالله بتلفل لي اللي بعطوا لي التيكت شو بيك طول بالك تنوع نعمل لك. قلت له شو بيك مستعجل؟ قال لي بدي انبسط بالأولية لأنه أول هونيك بلا طعم. شفت شو عند الوطن اللي أول هونيك ما لاش طعمي. أنا هسا طلعت الأول طيب إنه ماري هذا انه العنصر اللي ماري شو كان اول ولا اخر شوف انا معه. بس اول ببلده مع جيرانه مع اصحابه مع امه مع بيو اول الا طعمه. هذا انت الوطن. هذا انا بقول لهم اياها كمان انه شعور الوطن كثير مهم للمغترب. وبقدر كمان ترجمها بابن عمتي اللي كان مغترب وبيجمع مصاري فبالاخر ما يحس حاله مبسوط فيه منه الا ما يجي على بلده. حتى جاب سيارته من هونيك حتى يشوف حاله فيها. سيارته هونيك ما حدا منتبه لها كيف كثير غيره، بس هون بيقدر يشوف حاله فيها. واهم من هيك كان يبقى مصر انه بكل احتفال عائلي ان كان زواج ولا خطبه او الاربانه او كل هالاحتفالات يصر يجي يعملهم بلبنان ويدعي كل قريبينه اللي هن منتشرين بكل العالم يدعيهم يجيبهم على حسابه يجوا يجتمعوا هون ويشوف قديش فرحتهم حلوه. قديش هو الشباب اللي هن ما بيعرفوا بعضهم قديش فرحتهم وشعورهم مبسوطين انه عم يرقصوا سوا وعم يتعرفوا على بعض. يعني ما بتلم الا ارض الوطن. انا بتمنى انه كلهم يرجعوا يعملوا هيك. للاسف اليوم شو عم بيصير؟ بدنا تكون هيدي سابقه لحتى تشجع غيرنا. اليوم عندك موضه جديده فوتينا انه يروحوا يعملوا زواجاتهم برا. يعملوا احتفالاتهم ساعة باليونان ساعة بعرف وين كيف انه بعد في قرشين شوي بالبلد رايحين تحطوهم برا. بعد ما تيجي تجمعوا هون بعد ما تجيبوا المغترب يجي يعمل هون. يعني يمكن حدا يمكن انتبه لهيدا زبطن عليا لحتى ما يخلوك حتى تستفيدي من اخر قرشين موجودين هون. انا روح حطوهم باليونان وبعرف وين واكيد هن هونيك بيستعملوهم هون كانوا هود في شركات اللي بتهتم بهالامور هاي. هيدي كانت تستفيد وكان لبنانيه موظفين هونيك بكونوا في شركات غير لبنانيه وما بعرف لوين منتمي. استاذ عادل شو بتحب تخدم؟ اولا انا بدي اتشكركم انه مجد بحياتي ناس تجي تسجل هالاشياء اللي كانت مرقت بحياتي يمكن بدون ما تتسجل. كانت حرام انه تمرق بدون اي حدا يذكرها او يتذكرها. انما المراحل اللي انا مرقت فيها مراحل كثير مهمه ومتعدده وكنت اضطر اني انقل من محل لمحل لانه ما بحكي انه كان في مواجهه. المواجهه ذاتها اللي هي بلشت معي بمنطقتي ببلدتي لانه ظهرت لبرا لحتى اني اعمل مثل اوطبه للشغل فكانت عم تلحقني. فهذا اعطتني شيء ايجابي اني اضطريت اني انقل من محل لمحل بمراكز انا افرض حالي فيها وما كنت اي مركز كنت اوصل عليه الا ما اترك تاتش ما يطلع فاضي. يعني هيك انه امرق انك ترسي انه انا مرقت عملت هيك لا بكل مرحله عملها في الي تاتش فيها بصمه كثير مهمه. مش نادي اللايونز كان الي دور كثير مهم. انا عملت يوم السلام العالمي للبنان بكل أندية اللايونز. هلا عم بتطلع شوي بالوراق شفت الكتاب اللي بعت لي اياه حاكم الدولي للأندية اللايونز. نعم
قالت لي عم تشكرني، وقرروا انهم يعملوا يوم للسلام العالمي في كل انديه اللايونز بالعالم من ورا كتاب انا عملته بعثت له اياه مباشره. يعني ليبرون جيت اسمها على دوره مثل ما هي، يعني مثل ما مسميه يكون هذا هو الدور اللي هو اللي بقكم. واهم شيء اليوم تكون انتم تدوروا على اشياء كثير هيك بتعرف شو قيمتها بالنسبه للمتربين، بالنسبه للعالم، بالنسبه للتواصل. هيدي اللي بلش فيها الله يرحمه عمي المونسينيور مؤسس العمل الافتراضي، هيك بلش، بلشها بالصوره. كان يجي اللي كان وصل لوقت اللبنانيه هونيك ما يعرفوش حالهم كانه لبناني ولا تركي وناسين اهاليهم، ما كانش في تواصل مثل اليوم. رجع هو اعاد الحياه لالهم، يصورهم بالموفي بالفيلم، ياخذ لهم صورهم، يرجع يجي على هالضياع محل ما هن ضياعهم ما كانش فيها كهرباء، ياخذ معه موتور من المنطقه الرابعه يستاجره يطلع فيه على هالضياع يفرجيهم الفلوم، وحط لهم شرشف على الحائط ويصور لهم اولادهم، واللي غب على قلبه واللي تتعلق بالشرشف هذا بيرجع يصور لهم اهلهم، يروح يصور للمغتربين فرجيهم ياهون ترجع اعيد الحياه. فانتوا اليوم عم تعملوا المهمه ذاتها بشكل اوسع بشكل اداء مع تكنيك جديده. هنيكم من كل قلبي والله يوفقكم. شكرا. نحن بنتشكرك باستثمار وقفل قوي، وان شاء الله بتكون صيتك الزيتيه عزه للاجيال. الله يخليكم، انا بشكركم من جديد.